اما هلا سلمى بننتقل لاقول لاخر محطات رحلتنا الصباحيه لليوم. ضمن فقرتنا الصباحيه الختاميه رح نتعرف على افكار وانشطه وحلول ابتكاريه لدعم التعليم والصحه استطاعت من خلالهم مؤسسه التعاون السوري الروسي ان تترجم اهدافها على ارض الواقع وتكون فعاله في الارض. طبعا هالشي رح نتعرف عليه اليوم ونحكي عن سلسله من الفعاليات التشاركيه بقطاعي الصحه والتعليم اللي قاموا فيها طبعا ضمن مؤسسه التعاون السوري الروسي. مع ضيوفنا الموجودين معنا بالاستوديو خلينا نرحب سوا بالدكتور فادي عيساني رئيس مجلس امناء مؤسسه التعاون السوري الروسي والاستاذه لميس عدرا وهي عضو مجلس الامناء ومديره التعليم والتمكين. يسعد صباحكم، اهلا وسهلا فيكم. يسعد صباح. يسعد صباحكم. بالبدايه خلينا نحكي عن مؤسسه التعاون السوري الروسي، ايمت بلشت نشاطها الفعلي واشهارها كمؤسسه؟ كثير من الناس يمكن ما بتعرف هي التفاصيل، فخلينا نعطيها بطاقه تعريفيه بالبدايه. تمام. مؤسسه التعاون السوري الروسي اشهرت بقرار وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل مشكورين طبعا بتاريخ 9/3/2022، وبعدها بلشنا نشاطاتنا بقطاعين الصحة والتعليم والتمكين. أستاذة لميس خلينا نحكي أكثر عن أبرز المجالات اللي دخلتوا فيها ضمن الهدفين اللي حكى عنهم الدكتور فادي اللي هو الصحة والتعليم، فشو أبرز المجالات اللي بلشتوا فيها فعاليات؟ هلا من أبرز المجالات اللي موجودة بالقطاعين هي مجالات لها علاقة بالتوعية، مجالات توعوية سواء بالقطاع الصحي كأطباء أو بالقطاع الصيدلي كمجالات تقديم خدمات دوائية أو بقطاع التعليم. فعنا موضوع التوعية، عنا موضوع التمكين كمان بمختلف مجالاته، تمكين كوادر، تمكين مجتمع بناء على احتياجات الوضع الراهن. فهذول أهم شيء. المؤسسة بتركز على شيء كتير مهم اليوم، هو قطاعين أساسيين. صحيح. قطاع التعليم وقطاع الصحة، ولما نحكي عن هدول القطاعين هن أهم القطاعين اللي في نهوض المجتمعات. صحيح. اليوم خلينا نبلش نحكي عن القطاع الصحي، نعطي فكرة كيف بيشتغل، على أي أساس، كيف تكونوا موجودين. تمام. بالقطاع الصحي على أرض الواقع. تمام. نحن طبعا بالتعاون مع الجانب الروسي عم نقوم بفعاليات طبية من تقديم أدوية وتقسيم عمل إلى فرق الطب البشري، فرق طب الأسنان، عيادات متنقلة لطب الأسنان أو الطب البشري، والوصول إلى المناطق النائية اللي ما عم تصلها اليوم بظل ارتفاع المعاينات والأجور مثل ما بنعرف، ما عم تصلها الخدمة الصحية الدقيقة على الأرض. فعم نقوم بفعاليات طبية توعوية عم تكون نستهدف مناطق صعب الوصول إليها بالتنسيق طبعا مع الجهات المعنية والمحافظات. كنا بعدة محافظات، حاليا اليوم على الحمد لله على جميع أراضي الجمهورية العربية السورية. كمان بالجانب التعليمي خلينا نحكي، حضرتك قلتي في عندكم شيء له علاقة بالتوعية، في شيء له علاقة بالتمكين، فشو أبرز النشاطات اللي موجودة ضمن هذا القطاع؟ هلا قطاع التعليم مقسم إلى عدة أقسام. القسم الأساسي هو قسم التربية الخاصة، قسم اللي بيقدم خدمات تأهيل أو خدمات علاجية تمكينية لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال اختصاصيين عم يقدموا جلسات، يعني مثلا لاضطرابات اللغة والكلام، علاج أو جلسات علاجية للتوحد، برامج علاجية اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، فمختلف داون سندروم داون يعني حسب الشدة، كمان خفيف أو متوسط. فهيدي بتكون عبارة عن جلسات ضمن مركز كفاءات اللي تابع لمؤسسة التعاون السوري الروسي، عم يكون فيها تقديم هيدي الخدمات العلاجية، بالإضافة مثل ما حكينا الأمور التوعوية. يعني دائما في نشاطات وفعاليات على الأرض توعوية بهيدي المجالات، أيضا بمجال التمكين سواء كان تمكين للكوادر الاختصاصيين اللي حابين يصقلوا مهاراتهم بجوانب معينة لمتابعة هيك حالات، أو للأسر كمان بيكون في أيضا برامج توعوية للأسر كيف يعرفوا يتعاملوا مع هذه الحالات. أيضا في قسم الإرشاد النفسي والاجتماعي اللي بيقدم خدمات إرشادية للأفراد سواء كانت جلسات فردية أو جلسات جماعية. على سبيل المثال مثلا جلسات جماعية لأسر ذوي الاحتياجات الخاصة.
بالإضافة لقسم الطفولة المبكرة. أيضا الفئة المستهدفة له هي فئة الأمهات أو أولياء الأمور. كمان يعني المغزى من هيدا القسم أو الهدف من هيدا القسم أنه يعرفوا طبيعة هيدي المرحلة اللي عم يمرقوا فيها الأبناء وطبيعة يعني الطرق الإيجابية للتعامل مع هيدي الحالات. أيضا في مجمع مهارات التعليم اللي بيتضمن يعني تنوع شامل بمختلف مجالات التعلم، سواء تعليم لغات أو مثلا تعليم شطرنج مثلا، أو مثلا تعليم له علاقة بالخط بالرسم، بمهارات مختلفة. دكتور فادي، حكيت يمكن ببداية حديثك أنه أنتم كنتوا فعليا موجودين ببعض المحافظات وهلأ موجودين فينا نقول على كافة المساحة الجغرافية بما يخص القطاع الصحي. خلينا نحكي نحن عم نبدأ عام 2022، نستقبل عام 2023. أكيد المؤسسة في إلى برنامج بتحطه، نشاطات وفعاليات وبعض الأهداف، عاملين برنامج مع بداية العام الجديد، حابين في هدف معين مركزين عليه مع بداية العام الجديد أنه لازم نشتغل عليه ونحققه. تمام. نحن بداية انطلقنا بصراحة بالندوات العلمية ليوم واحد. كانت ندوات كتير مثمرة، عملنا ندوات عن السرطان، عن الكورونا، عن أيضا مخاطر تجميل الوجه، بندوات بوجود أساتذة كبار مختصين بهذا القطاع. كانت ندوات توعوية كتير كبيرة. انتقلنا حاليا إلى مشروعين رئيسيين بصراحة، هنن المؤتمر الطبي السوري الروسي الأول لطب الأسنان، بالإضافة للمؤتمر التربوي الأول للإعاقة، لذوي الإعاقة. هيكونوا إن شاء الله بشهر 3 وشهر 4 السنة القادمة. نعم. كمان خلينا نحكي أستاذة لميس، اليوم عندكم برنامج عم تشتغلوا عليه ضمن تبادل أكاديمي، هل هو فقط تعليمي أم أنه ممكن يكون أيضا في له خبرات أخرى، وشو الخبرات اللي ممكن يكتسبوها؟ طبعا الخبرات اللي ممكن يكتسبوها هن ضمن خبرات الموجودة بالقطاعين الأساسيين اللي هن القطاع الطبي أو الصيدلة أو قطاع التعليم بكافة مجالاته بكافة جوانبه. التبادل الأكاديمي عم يكون مو فقط تعليمي، ممكن يكون خبرات معينة على مدار مثلا شهر أو شهرين أو ثلاثة سواء للأطباء أو للكوادر التربوية لتمكينهم وتمكين خبراتهم لتبادل هيدي الخبرات بين الجانبين. طب خلينا نحكي عن مشاريعكم القادمة، شو محضرين بالأيام المقبلة لهي المشاريع؟ هلا ضمن يعني حتى احكي ضمن قطاع التعليم، في اكثر من فكره حاليا عم نشتغل عليها وعم ناسس هيك خطوات معينه بقطاع التعليم إلى علاقه بانشاء او احداث رياض اطفال نموذجيه تقدم فيها خدمات ايضا يعني سواء لذوي الاحتياجات الخاصه، تكون رياض دامجه مع الاطفال العاديين. الجوانب الإرشادية أيضا في فعاليات معينة لتمكين كوادر الإرشاد النفسي والاجتماعي، بالإضافة للمؤتمر اللي تفضل فيه الدكتور فادي حول مجال الإعاقة. أيضا في مشروع حاليا عم يتم العمل عليه هو المجلة الإلكترونية اللي عبارة عن أبحاث بكافة المجالات سواء طبية أو سواء تربوية، تخدم يعني المجتمع بتوصيات معينة، بمقترحات معينة، بإيجاد حلول معينة لهذه القضايا. دكتور فادي، خلينا نحكي اليوم كان لكم كمان مشاركات من خلال بعض الأجهزة الطبية اللي دخلت المشافي، نحكي شوي عن هذا الموضوع. ويمكن الكل يلي عم بيتابعنا اليوم، هل أنتم تعنون فقط بالشأن الأكاديمي، يعني اليوم فقط الطلاب أو الأطباء اللي هن ضمن الكليات، بما أنه شايفة أكثر شيء الحديث عن الأكاديمي والتعليمي، أم لا كل القطاعات الصحية ممكن تشمل هذه المبادرة؟ نحن لما بنحكي صحة فهي صحة الفرد بجميع الجوانب بصراحة. نحن تم تأهيل عدة مشافي بعدة مستلزمات طبية وأجهزة طبية معينة، كان مشكورين الجانب الروسي بإحضارها عن طريق المؤسسة طبعا تم تقديمها. في خطة معينة لموضوع ترميم المدارس بالسنة القادمة بالتشاركية طبعا مع وزارة التربية مشكورة باتفاقية تعاون مشترك لتأهيل عدة مدارس تماما في محافظات القطر العربي السوري، بالإضافة لتقديم أجهزة طبية حديثة
تدخل المشافي التي بحاجة صراحة لتأهيلها من جديد بعد الحرب اللي شفناها. فنحن أيضا من موضوع التمكين هو تمكين المرحلة السريرية ما قبل البدء النزول إلى العمل. يعني فينا نقول مثلا مرحلة الصيدلي أو طب الأسنان أو الطب البشري، لا، تمكين الفئات اللي هي بالسنة ما قبل التخرج، الفئات السريرية، المرحلة السريرية اللي فينا نحكي سنة الرابعة والخامسة، طبعا السنوات الأخيرة، تمكينهم لمواجهة النزول إلى الشارع بعد التخرج. يعني نحن منمكنهم حتى ينزلوا على عياداتهم فورا ببرامج توعوية ومؤتمرات، تماما تهيئ لحتى يكونوا فعالين على أرض الواقع. أيضا بالموضوع الندوات ومشاركتهم بندوات بخبرات كبيرة وتبادل كبير أكاديمي بين الجانبين عم يعطي خبرة كتير كبيرة للأطباء بالمجالات الصحية، صحيح، خصوصا بالبحث العلمي والطبي، تمام. أكيد بيلعب دور. فهي هي المشاريع القادمة للمؤسسة إن شاء الله. نحن بشكل دوري بنحط خطة 6 أشهر مننفذها، ومن ثم 6 أشهر المتبقية. يعني نحن عم نعمل خطة، أول حطينا خطة خماسية 5 سنوات، ولكن عم ننفذ خطة 6 شهور، ف6 شهور مقبلة. أكيد يعطيكم العافية، جهود كبيرة عم تقوموا فيها. وذكرت جزئية ما فيني إلا ما أرجع لك إلى دكتورة، خلينا نحكي جزئية ترميم اليوم وتأهيل المدارس، خلينا نحكي عن هي الجزئية وقديش مهمة التشاركية. يعني وزارة التربية مشكورة عم تقوم بهذا الدور بالتشاركية مع عدد من القطاعات، لأنه نحن بنعرف قديش استهدف هذا القطاع التعليمي خلال سنوات الحرب. طبعا هو يعني جزئية كتير مهمة، كونه يعني هيدي المدارس تضررت بسبب الظروف الحرب اللي صارت، فكان كتير ضروري وجود تشاركية بين المؤسسات الحكومية والجمعيات أو المؤسسات الغير حكومية، حتى يعني ليكون في تقديم قدر الإمكان، تقديم هيدي الإمكانيات لتتأهل هيدي المدارس وتترمم ويكون في عودة إلها ولفعاليتها على أرض الواقع. صحيح. في الختام بدنا نتشكركم، شكر وجودكم، نتمنى اكيد دائما هي النشاطات تضل قائمه ويتم الاستفاده منها باكبر شكل ممكن. شكرا لكم. شكرا وسهلا فيكم، يعطيكم العافيه، واكيد تحيه لكل المشاركين معكم، جهود كبيره عم تقوموا فيها على ارض الواقع. شكرا كثير لكم كلكم.